بسم الله الرحمن الرحيم. بن باري ميلود رئيس الجمعيه المهنيه لحرف البناء والتجهيز راستاس فيزيات سوس ميسا. كنشكرو سوس بلس على هذا اللقاء اللي مهم باش نبينوا للناس المخاطر ديال السخانات بالغاز اللي كيختنقوا، ونوضحوا بان باش الناس تعرف بان التسرب ما كيكونش بسميتو مع الغاز مع الماء، يعني هذا راه مغالطه، لان الا عرفنا المشكل غادي نتجنبوا السبب، الا عرفنا السبب غادي نتجنبوا المشكل. فهذا راه الماء ما كيتص الغاز ما كيتصرفش مع الماء. المشكل اللي كيكون في الاختناق هو واحد الغاز سميتو وحادي اكسيد الكربون، ثاني وحادي اكسيد الكربون اللي كيكون غير كامل الاحتراق. دابا الغاز ما كيكونش كامل الاحتراق ديالو، كيكون لنا واحد اكسيد الكربون. والدليل على هادشي اللي تنقولو هو الناس اغلبيه كيموتوا كيختنقوا وقت البرد. لو كان الغاز هو السبب غادي يموتوا الناس في اي وقت، في الصيف في الشتاء كل شيء، ولكن هو اغلبيه كيوقعوا الحوادث 95 حتى 96% كتوقع وقت البرد. فلهذا راه الناس كتسد الشراجم وكتكون الدار غير متهويه، وكيكون داك احادي اكسيد الكربون هو اللي كيخنق الناس. ولهذا على الرصاصين المحترمين وعلى الشركات وعلى لي دروغري، يعني كل شيء راه مسؤول، وحتى المواطنين الناس اللي المستهلكين ديال اللي شوفوا حتى هما عندهم واحد المسؤوليه. هو ملي كيجي واحد الرصاص محترم محترف يقول لك او دير الشوفوره ما يصلح لكش هنا، اسمع بالنصايح ديالو. هذاك هو الرصاص الصديق ديالك اللي غادي يكون معك دائما، لان كينصحك، لان النصيحه راه مزيانه. اما داك اللي كيجي ويركب بلا ما ينصحك راه يعني ماشي، يعني تصنت النصيحه ديال الرصاص المحترف اللي هو عارف شوفو فين غادي يركب، واش من بلاصه غادي يركب، واش من شوفو اللي غادي يصلح لك. والشركات تنطلبوا من الشركات على الصعيد الوطني باش يتعاونوا في التكوين ديال الرصاصين والحرفيين، باش تكون عندهم معلومات على اللي يشوفوا اللي كاينين في السوق، باش يعرف اش من يشوفوا اللي خصو يركبوا في الكوزينه او المطبخ او الباركو او السطح، يعني كل شوفوا وشكون شوفوا اللي خصو ضروري اجباريه الشيميني ديالو، وشكون شوفوا اللي واخا يركبوا بلا شيميني راه سيكوريتي راه عنده الحمايه ديالو. يعني هنا كيخص الشركات يديروا واحد دورات تكوينيه على الرصاصين على الصعيد الوطني. وحنا كجمعية وطنية للحرف البناء والتجهيز راه قايمين على واحد المشروع مع التكوين المهني ديال الكفاءة المهنية، اللي خدامين عليه ان شاء الله نهار 20 في هذا الشهر 12 غادي تحبس التسجيل. حنا راه وصلنا دابا ان شاء الله تقريبا واحد 150 شخص ما بين الحرفيين، وغادي نوصلوا نهار 20 غنحبسوا حتى ل 2022 2021. داكشي اللي غادي يتكون فيها هو اللي غادي يتسجل من هنا ل 2000 من هنا لشهر 12. وهاد الدبلوم غادي يكون مهم للحرفي اللي فيه مده ديال 6 شهور ديال التكوين في التكوين المهني وفي جميع جهات سوس باسا، وفي المستقبل ان شاء الله غادي يتعمم على الصعيد الوطني. ملي ينجح عندنا في هاد الدوره الاولى ديالو غادي نعمو ان شاء الله على الصعيد الوطني. ونتمنوا الحرفيين يبحثوا على هذه المساله ديال اللي يشوفوا ديال اللي يشوفوات، ويحاولوا ينصحوا الناس فين يركبوا الشوفوات ديالهم، واش من البلاصه اللي خصو يركب، واش من البلاصه اللي ما خصوش يركب، واش يصلح ليه الغاز ولا الكتريك ولا شوفو سولير كهرباء ولا شوفو سولير طاقه شمسيه.
ثانيا الناس خصهم يتصلوا بالجمعيات، راه كاينه الجمعيات في الصعيد الوطني، كاينه في تطوان، في فاس، في وجده، في الدار البيضاء، في الرباط، كاين في مراكش، كاين في ورزازات وتنغير، كاين في قلميم، تيزنيت، شتوكا، تارودانت، اكادير، في كل بلاصه راه كاينين الجمعيات الحمد لله اللي مستعدين باش يتعاملوا مع الحرفيين ومع الناس، مع الناس باش مع المواطنين باش ينصحوهم وباش ان شاء الله نتجنبوا الحوادث، لان هذا الشيء راه ساهل باش نتجنبوه، ولكن راه كيحصد لنا واحد العدد ديال الارواح، لان عندنا اللي حصل ديال 2018 راه وصلنا واحد 1400 اختناق، راه ماشي سهله، راه ماشي سهله، راه شي حاجه كبيره. يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم كنحاولوا باش هذا العام ما تكونش 2021 بدون اختناق، ونتمنى لكل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو، الرصاص يتحمل المسؤوليه ديالو، الشركه تتحمل المسؤوليه ديالهم، العقاقير يتحملوا المسؤوليه ديالهم، والمواطنين يتحملوا المسؤوليه ديالهم، والصحافه حتى هي عندها واحد الدور كبير مشكوره باش توضح للناس وما يبقاوش دوك المغالطات ديال الغاز كيتخلط مع الماء، باش الناس تعرف الديفو فين كاين وتجنبو، باش تعرف الناس الديفو فين كاين وتجنبو، لان هذا الشيء اللي عرفناه راه غادي نتجنبوه. انا ناكد عليها بانما راه احادي اكسيد الكربون هو السبب في هذا المشكل هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.